تواصل الاداره العامه للمرور حملاتها في انفاذ القانون لضبط مزاولي انشطه النقل العام دون ترخيص صادر من وزاره المواصلات والاتصالات وذلك بنقل ركاب باجر وفي مركبات غير مرخص لها بذلك. اكدت الاداره العامه للمرور انه بالتعاون والتنسيق مع وزاره المواصلات والاتصالات المعنيه باصدار تراخيص وسائل النقل العام فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال السواق المخالفين. اشارت الاداره العامه للمرور الى تكثيف حملاتها التفتيشيه و الرقابيه خلال شهر رمضان المبارك